أعزائي طلاب الفرقة الأولى بدلوم إدارة المستشفيات، أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي القائم بشرح مادة القيادة وإدارة الموارد البشرية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني الفرقة الأولى للعام الجامعي 2019-2020، والموضوعات المقررة هي: الموضوعات المقررة هي الموضوع الأول القيادة الإدارية، الموضوع الثاني تدريب الموارد البشرية، الموضوع الثالث إدارة المواهب، ولقد قمت بشرح الثلاث موضوعات السابق ذكرها في المحاضرات لكم، وأتناول الموضوع الخامس الخاص بجودة الحياة الوظيفية، والموضوع السادس الخاص بنظام معلومات الموارد البشرية، أما الموضوع الرابع الخاص بالأجور والحوافز فسأتناوله في نهاية العرض.